يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول القائل باسمكم نرحب بفلان، وهل تكون التسمية بغير الله؟ يعني نيابة عنكم، كان قصد نيابة عنكم الرحب بفلان هذا لا بأس به، أما إن كان قصده التبرك هذا لا يجوز، مثل بسم الله تبركا هذا لا يجوز، واستعانة هذا لا يجوز. نعم.